مرحبا. في بس هيك مثل نصيحة، هيدي مش دعاية، ل أكتر منها نصيحة. في مجال صيانة التلفزيونات أو الشاشات الحديثة، ال LED، ال LCD وما بعدها، هذا مجال منه كثير، خصوصا نحن بلبنان، مهمل. يعني من الاهتمامات الشباب اللي بدها تتعلم مهنة جديدة، كل التركيز عم بيروح على الموبايل. هلا طبعا انا الموضوع مش هدفه جلب زباين الاساسي، يعني انا هنجي اكفي لحي على موضوع دورات الموبايل، لانه كل العالم ماشي على هذا المجال. ليش بنصح بهذا المجال؟ هذا المجال ما في هالكثرة العالم تشتغل فيه. يعني اجى فترة الانتعاش الوهمي القديم، يعني كانت العالم كثير من الأجهزة التلفزيونات إذا بتكلف بتفضل تشتري واحد جديد. هلأ بهذا الوقت كل شيء مجال صيني صار في طلب عليه، وصارت العالم صارت حاجة للعالم. هذا المجال مهم. ليه؟ مجال الموبايل في شغل طبعا، وفي طلب عليه، وطبعا بكل بيت ما في إلا 3-4 تليفونات، وبالمقابل تلفزيونات كمان. يعني عندك هون بلبنان ملايين التلفزيونات هيدي. شغلة المهمة فيها هيدي المجال انه ما بتكلف مثل كلفة، بالنسبة للعدة مثل كلفة صيانة الموبايل. صيانة الموبايل بدك تحكي من 6 مليون يعني عدة وطلوع. اما هذا المجال فيك تبلش بشكل وقت بشكل اولي، وبتشغل لك كثير من الاعطال الشائعة، تمشي امورك بشكل عادي جدا. كم يعني مجرد كاوس، ساعة فحص، فكين بالكتير، بس فكين بالكتير وقصدير فيك تبلش فيه. الحلو في هذا المجال فيك تشتغل من بيتك، فيك تشتغل من بيتك انت، فيك تشتغل كديليفري، فيك تجيب الجهاز، لانه بتعرفوا في ناس كتير ما بتقدر نقلته للمحل الصيني لبكي عليهم، انت فيك تجيبه وتشتغل ببيتك، حتى فيك تشتغل بقلب البيت، بيت العميل او الزبون. هذا المجال ما في منافسة. يعني انتوا مثلا صيانة الموبايل تتفركش بالمحلات صيانة الموبايل، وبالنسبة للكلفة، وصار في عندك متطلبات زيادة هلا لتقدر يمشي حالك بالسوق، بدأ من ناحية المهارة ومن ناحية العدة الاحترافية اللي لازم تجيبها. أما هون تلاقي منطقة طويلة عريضة بالكاد تلاقي فيها حدا بيشتغل بمجال التلفزيونات وهالتلفزيونات الحديثة. هلا عاملين دورة بهذا المجال على المقاعد، محدودة جدا، 3 بس. اللي بيحب يتسجل بنصحه بهذا المجال، ما في منافسة، وبعلم التسويق وبإدارة بالأعمال بدك تستثمر مجال معين، فوت بالمجالات اللي ما فيها منافسة شرسة، تكون تقعد مرتاح وتقدر يمشي حالك بسرعة. فوتوا بهذا المجال، ما بدو هالكلفة العالية لتأسيس المشروع فيه، وبنصحكم فيه. يعطيكم ألف عافية.